كيف بتكون الأجواء الفلكية على مولود الدلو بالأسبوع الأول من شهر نيسان أبريل 2024؟ عزيز الدلو بتمتلي حماسة باليوم الأول، شمس ميركور ببرج الحمل والقمر بالقوس، هالشي بيشعل نار الحب بحياتك وبيحفزك حتى تقوم بخطوات مهنية إبداعية بهالوقت، ويمكن تقطف ثمار جهود سابقة. بس الفلك بيحذرك من تضييع فرص، وبعثرت الطاقات بنقاشات يمكن تكون عقيمة أو خلافات محبطة مع المحيط أو المتعاونين بين التلاتة والأربعة. كون حذر جدا. بتتسلط عليك الأضواء بين الخميس والجمعة وبتتألق واثق من نفسك، مستعيد للسيطرة على أمورك. في فريق اجتماعي بيثني عليك، هالفريق بتنتمي انت له، او بيتحدث عنك البعض بكلمات حلوه ورقيقه. بتشعر انه حياتك العاطفيه بتزدهر بهالوقت. بس تجنب بعض الضياع او الفراغ بين السبت والاحد، السبت 6 والاحد 7. يمكن تشتاق الى احد الاشخاص او تشعر ببعض القلق. كوكب مارس والقمر وساتورن بالحوت هن كواكب بتخلي أفكارك مبعثرة. حضر نفسك للقاء شخص مهم ابتداء من الأسبوع الجاي بخبرك.